ازيكم؟ عاملين ايه؟ رب كل يكون كويس. النهاردة هنفتح مجال جديد، عايزين نتكلم في المشاكل التي تصيب الحب. النهاردة هنبدأ بمشكلة في رأيي ان هي من المشاكل اللي قد تؤدي ان الحب يضعف او يتأثر او يبدأ يتغير شكله بين الطرفين. اول مشكلة هنتكلم فيها انا بسميها هوس الامتلاك وهوس الفقدان. ليه بنتكلم في الاتنين دول؟ لان هما مرتبطين ببعض. انا لما بيبقى عندي احساس بالامتلاك الزائد، في نفس الوقت بيبقى معاه خوف من فقدان الحبيب، وفي نفس الوقت لو انا عندي خوف من الفقدان هيولد لدي شعور لا ارادي بالرغبة في السيطرة عليه وامتلاكه. هذه المشكلة من المشاكل اللي بتصيب الحب. دائما الحب لانه غيبي احنا مش قادرين نفك رموزه، فتبقى العلاقة بين طرفين فيها احاسيس عالية جدا وفيها مشاعر عالية جدا. وكما قلنا قبل كده ان الحب ابدي، يعني اللحظة دي لما بعيشها انا مش عايز اخرج منها ابدا، ومش عايز الطرف اللي معايا يبقى عايز يخرج منها ابدا. فايه الوسيلة اللي يخلقها العقل الباطن عشان يديني شعور الابدية ده؟ يبدأ يدفع لي تفكيري انه يفكر في الامتلاك، ان انا اسيطر عليه اكتر، ان انا احوط عليه اكتر. ده بدرجة معينة ممكن يبقى جميل وكويس جدا، وبيبقى كمان جذاب وملهم في اول اي علاقة. بعد كده بيتحول الى قيد وكسر عندما يقترن بالمشكلة التانية اللي قلت لكم عليها، الخوف من الفقدان. ده يخليني اعمل تصرفات غلط تماما. هبدأ اكون عندي غيرة زايدة، هبدأ يكون عندي شك في بعض الاحيان. الفكرة انه هيضيع من ايدي مخلياني كل تصرف هو بيعمله بعيد عني بيبقى بالنسبة لي بيثير الشك وبيثير الحيرة. طب هو بيعمل ايه؟ طب هي بتعمل ايه؟ طب هو مين اللي بيكلمه ده؟ طب هي مين اللي بيكلمها ده؟ شكوك، غيرة، حب امتلاك. نبدأ نعلى في القوانين اللي بنصدرها. لا، انت ما تكلمش فلان، انت ما تكلميش فلان، انت ما تروحيش المكان الفلاني، انت ما تقابلش الناس دي، انت لابس كده ليه، انت لابسه كده ليه، انت بتروح مني ولا ايه؟ الموضوع يبدا ياخد شكل فيه شكوك وفيه غيره، وتبدا المشاعر اللي كانت حب وانسجام ووئام واندماج تبقى مشاعر خوف وترقب وسيطره وامتلاك. انت بتاعي وانت بتاعتي وهو كده، وهنمشيها كده، والموضوع هيتاخد بشبه عافية، يعني من غير عقل ومن غير حكمة. تبدأ العلاقة تمشي في هذا الاتجاه، خلاص هنبدأ ننزل في العلاقة تماما لحد ما مشاعر الحب الحقيقية تنهار تماما. فده مرض مهم جدا من الأمراض التي تصيب الحب وتفقده روعته وسموه، وبتخلي الناس تخسر بعض في النهاية. يبقى إيه الحل في الموضوع ده؟ نتصرف إزاي؟ أولا لك أن تعلم أنه لا يوجد قوة في الكون تستطيع أن تجبر بني آدم أنه يدي مشاعر حب للبني آدم الآخر. مفيش. هذا هو الشيء الوحيد الذي لا تستطيع أبدا أن تجبر عليه إنسان. الإنسان عندما يصدر منه مشاعر حب تجاه شخص، هذه المشاعر نبع من إرادة قوية ورغبة داخلية عنده أنه يطلعها، لكن لا تستطيع أبدا أن تجبره أن يحب. حتى في الأساطير القديمة لما كان بيطلع الجني من الفانوس يقول أنا ممكن أعمل أي حاجة إلا أن أخلي حد يحب. حتى ده موجود في الموروث الإنساني. الحب ما بيجيش بالعافية، الحب ما بيجيش بالتضحيات، الحب ما بيجيش بأي حاجة، الحب بيجي لوحده. الحب بيجي لوحده، فالإنسان بيبدأ يعبر عن مشاعره. إذن فسيطرة أو خوف أو شك أو أي من هذه التصرفات استحالة هتجبر الشخص اللي معاك إنه يديك مشاعر الحب اللي أنت مفتقدها اللي أنت عايزها منه. استحالة. لن تستطيع أن تملك قلوب الناس. قد تملك زمام حياتهم، قد تملك استقرارهم، قد تملك إن أنت تهز أمانهم، لن تستطيع أبدا أن تملك قلوبهم. ما ينفعش أبدا تبقى عامل حوالين حبيبك أو حبيبتك سور وعايز هتلتزم بهذا السور، حتى لو كانت هي موجودة يعني كجسد في هذا السور، لكن قلبها ممكن ما يبقاش معاك. الحاجة التانية، لما أنا بدي مشاعر حب للي قدامي، المشاعر الحب بتكون صادقة، مشاعر الحب بتكون نقية، مشاعر الحب بتكون راقية. الإنسان اللي قدامي بيتلقى هذه المشاعر ويبدأ يفكر ويبدأ يحس بيها ويستشعرها.
لو حس هذا الانسان ان انا وانا بديله المشاعر بديها له لاني خايف ان هو يبعد عني، او بديها له كمحاولة مني للسيطرة على قلبه اكتر، ده هيضعف من احساسه بمشاعر الحب اللي انا بديها له. إذن توصيل حتى مشاعر الحب قد يفشل إذا اقترنت هذه المشاعر بمشاعر الخوف من الفقدان ومشاعر السيطرة على وجود الشخص اللي معايا. إذن الأسلوب خاطئ والمشاعر مش هتوصل بشكل نقي وشكل يخلي الحب يتكامل ويخلي الحب يتبادل. النقطة الثالثة مهمة جدا، الطرف الثاني لما بيبدأ يتلقى هذه المشاعر السلبية، ان انا خايف ان انت تروح مني، انا عايز اسيطر عليك وكل تصرفاتي ان انا حجم حركتك وحجم حياتك خوفا من ان تضيع مني، بيبدأ يشعر ان الشخص اللي قدامه عنده اهتزاز في ثقته بنفسه، دي واحد، وعنده اهتزاز بثقة حب الطرف الثاني ليه، فيبدأ يبقى فيه اهتزاز في الثقة في المشاعر اللي بين الطرفين، ودي آفة كبرى، لأن لما الثقة في المشاعر بتهتز الحب قد ينهار. خدوا بالكم، الحب اعتبروه بناء يعني زجاجي رائع، يعني عامل زي الأحجار الكريمة، ولكنه يتكسر بمنتهى سهولة. أي خبطة غلط، أي شائبة هتعدي قد تدمر هذا البيت تماما. حقيقة الحب إنه شيء غالي وثمين وقيم، لكنه هش وقد ينهار بسهولة. فخدوا بالكم من حتة الثقة دي، لأن هي بتفرق قوي في استشعار الطرف للطرف التاني. انت مش واثق في حب ليك، انت مش واثق في نفسك، فخايفني اضيع منك. الحتة دي بتدمر شوية سمو مشاعر الحب اللي بين الطرفين. حبيبك مش هيروح في حتة لو انت واثق من نفسك، لو انت مديله مساحته، لو انت بتديله مشاعر الحب غير مقرونة بمشاعر الخوف انك تفقده ومشاعر السيطرة والتحجيم لحياته خوفا من ان تفقده. طول ما انت محافظ على صدق مشاعرك وثقتك في نفسك وثقتك في حبك وثقتك في حب الطرف التاني، هتظل العلاقة صحية وهيظل الحب مشتعل وجميل وبيزيد بينكو انتو الاتنين. كده حبيت اتكلم على اول مشكلة بتصيب الحب، حب الامتلاك وهوس الفقدان، من اهم النقط. خدوا بالكم وانتوا بتعبروا عن مشاعركم لبعض، راجع افكارك كويس، شوف انت بتتصرف ازاي مع حبيبك. اعرفوا حاجة مهمة قوي، اللي بيحب بجد ومشاعره عمره ما بيعرف يسيب، ما بيقدرش يسيب. اللي بيحب بجد، اللي بيعرف يمشي، يا اما هو ما بيعرفش يحب، يا اما هو ما لقاش الحب. ما تخافوش من ضياع الحب، زودوه، نموه، ارتقوا بيه عشان تعلوا بيه. بلاش مشاعر الخوف ان الحبيب يضيع، بلاش السيطرة والتحجيم لحرية الاخر وحبسه في اطار باعتبار ان كده انا بحافظ عليه، كده انت بتضيعه من ايدك وكده هيروح منك بالتدريج. اتمنى تكون النقطة دي وصلت لكم. خدوا بالكم من نفسكم ونكمل الكلام مرة تانية.